حكم من شك في طلوع الفجر، هل له أن يأكل ويشرب أم يمسك حتى يستيقن طلوعه، أم أنه يعمل بالشك؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم. يقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه الأكل والشرب، وجب عليه الإمساك. وإذا لم يتيقن وبقي في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، فالاحتياط له أن يمتنع عن الأكل والشرب من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات، قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. فالأحسن أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب ما دام أنه يخاف أن الفجر قد طلع. نعم. شكر الله لكم.